ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور إحسان سالم. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية، ماذا عن مستجدات ما يجري في الضفة ومدينة القدس من تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين، وكيف أيضا تعاملوا الفلسطينيين ضد مع هذا التصعيد؟ بالحقيقة ما يجري الأراضي المحتلة من تصعيد شعبي ومسلح لم يعد مجرد انتفاضة متقطعة حسب الماضي، بل هو تعبير عملي عن بداية انتفاضة شعبية متواصلة ببعديها الجماهيري والمسلح. نعم. لكن هو جديد هذه المرة أنه يتبلور الوعي الثوري لدى الجيل الجديد، جيل الأحفاد الذين يشكلون اليوم الوقود الدافع الذي أشعل المقاومة المسلحة والاشتباك اليومي والمستند إلى الإجماع الجماهيري الكاسر باعتباره الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل، خاصة بعد سقوط كل خطوط الرهانات والمفاوضات وثقافة أسلوب الكامل. هذه المقاومة عمادها الجيل الجديد من الشبان الفلسطينيين أمثال تامر الكيلاني وعدي التميمي وإبراهيم النب وباسل الأعرج وغيرهم، وتشكيلهم خلايا المقاومة العسكرية عرين الأسود وكتيبة جنين وكتيبة بلاطة وكتيبة الخليل، والقادم أكبر بكثير. هذه الأمور قد استطاعت استقطاب المئات والآلاف من الشباب، واستطاعت تعبئة الجماهير بخطابها الثوري وصدقها. نعم، يعني هل تعتبر أن كل هذه مؤشرات لانتفاضة فلسطينية في الضفة والقدس ردا على التصعيد الإسرائيلي؟ طبعا هي أساسا ما جرى الآن هو يعبر عن صفوات الشارع الفلسطيني كاملا موحدا خلفهم. امتلكوا القدرة على تنفيذ العمليات الفدائية من إطلاق نار واشتباكات وعبوات ناسفة وطعن ودهس والتحام. عندما تبلغ في شهر واحد 400 عملية مسلحة وعملية فدائية ويعترف بها الاحتلال، فهذا يدعو هذا الاحتلال إلى القلق الكبير. وحسب ناطقيه الرسميين يقول بأنه الآن قد زج 70% من قواته كاملة وجنودي وسلطتي وحرس حدودي ومخابراتي. هذا الأمر مرشح للتصاعد، بحيث يعني سوف يجبر على الضغط في وارسال جميع جيشه الى شوارع وازقه مخيمات الضفه الغربيه، الامر الذي سيعجل باضعاف الكيان. وبذلك نجد انفسنا اليوم امام مشهد جديد تماما في النضال للتحرر الفلسطيني، بعيد عن صفقة الساسه والتجار والاسلويين. نعم. الان الشهداء ترجع القانون الاساسي يا سيدتي للنضال ضد اغتصاب الوطن. هذا الشكل الراقي من النضال لا يخوى عليه العدو، هو أساس كل نضال، وبعد ذلك تأتي الأشكال الأخرى المساندة والقريبة والملتصقة به. نحن جميعا دكتور نعلم أن العدو الإسرائيلي هو أضعف من الضعف نفسه، يعني أمام المواجهات والتحديات أمام الفلسطينيين يعني، ولكن أيضا نسمع بالمقابل أن هناك أعداد كثيرة من المعتقلين والأسرى، رجال، نساء، أطفال، مع الأسف في معتقلات السجون الإسرائيلية. إذا هنا ما هو الدور الذي يمكن أن نقدمه؟ ما الذي يستطيع الفلسطينيين تقديمه لهذه المشكلة؟ هناك مئات الآلاف الأرقام يعني من الأسرى والمعتقلين. أولا الاحتلال منذ عام 67 اعتقل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ونحن نعتبر المعتقلات والزنازين هي مدارس ثورية مناضلين والشهداء والمقاتلين وليست مجرد سجون. لذلك هي معادلة تنقلب على هذا الاحتلال. إن الهجوم الذي حصل اليوم على دير شرف هو سوف يقرع جرس الانذار بقوة لدى قوات الاحتلال عالقة إزاء ما تشهده الضفة العربية المحتلة من الإقدام، إما أن تقدم على حملة عسكرية واسعة غير مضمونة النتائج وبين إقامة دعم مالي وعسكري للسلطة حسب الأخبار المسموعة. وهذان الخيار ليس مضمونين بالنسبة للاحتلال. لذلك عليه وهو يخشى من إرسال جنوده إلى البلدة القديمة في القدس ولا مخيم جنين مخيم بلاطة وإذا أماكن الاشتباك، إذا هو في أزمة كبيرة وأمام واقع جديد يجي فرضتها عليه المقاومة الفلسطينية.
نعم، نحن هناك نتمنى عمل. كل النصر وكل الدعم لإخوتنا الفلسطينيين. دكتور إحسان سالم، كاتب وباحث سياسي فلسطينية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من فلسطين.